لك يا بابا؟ ايدك بترتعش كده ليه؟ انت عيان يا حبيبي؟ عيان بالخوف، بالوهم، بالرعب من اللي هيحصل. على ايه كل ده؟ ده شاء العمر. لا عمر ايه؟ ده لو اخدت العمر نفسه مش هخاف كده. واثق فيا ولا لا؟ واثق، بس ما يقع على الشاطر يا حبيبتي. واللي انت واثقه فيه ما هو غدر في اللي عمله بني ادم. هو انت فاكر ان انا مش عارفه كل ده؟ انا مكتفاه ومبلغه ناس صحابي فوق قوي ليهم نصيب. لو غدر مش هيطلع عليه الصبح. ما هو لو غدر وراح الالماس مش هيطلع عليه ولا عليا يا مرسيل. ربنا يعديها يا حبيبي. ايوه تيتي امسك. عشان كده انا قلتلك يا مرسيل لازم الواد ده يعرف هو شايل ايه. ده بغل استرالي وانا عارف. ما هو لو عرف هيتكشف. لا يتكشف ايه؟ ده انا رشش في المينا شويه وشويات. الكلام ده في مصر، لكن في مارسيليا ما اظنش. اه صدق عندي حق. خلاص كده تمام، هتوصله؟ شور. وانا هبعت للناس اللي هيستنوا في مارسيليا. لا لا لا، مالكيش حق يا ست الستات. بعد ما الراجل عمل عشان كل ده، شدلك محامي ودفع له من حر ماله شيء وشويات، بعد كل الرجوله دي وتخصميه؟ ما عشان الرجوله دي يا بنت. انا صعبان عليا قوي نفسي. لازم تعذري يا ست الكل. انت عارفه الراجل حصل له ايه؟ اللي بنته عملته فيه، كسرت له ظهره يا عيني. وانتي اللي كان بيتسند عليكي دخلتي السجن، ورجالته اللي كل واحد فيهم زي الطور وبياكلوا من خيره باعوا واحد ورا التاني. ده لو كان جبل كانت هد. وهنا يا بنت يا هانم، شايفاه انه اكبر من الجبل واشد من الريح واجدع من الجدعانه نفسها. لو الدنيا تتهد هو يفضل واقف زي الاسد. لو الحديد يلين هو ما يلينش. امال انا حبيته ليه؟ اللي يحب يا ست الستات يحب الشخص في قوته زي كسرته، ولا ايه؟ ولا نضقتي يا بنت؟ صدقتوا كلامي؟ ادي اللي كنت بتقولوا عليهم عظمه طريه، اهم طلعوا عظمه ناشفه ومحدش هيقدر يبلعها. كده نهايه الحياه الديمقراطيه في مصر، كل المعارك اللي خاضها الشعب باسم الحريه والديمقراطيه والدستور خلاص انتهت. وايه الحل؟ الحل من عند ربنا. ده كلام السوق يا باشا. فين القوة الاقتصادية؟ فين الانجليز؟ فين امريكا زعيمة العالم الحر؟ الكلام ده مش ممكن يحصل الا بموافقتها. زي ما قلت وتوقعت بالظبط، مجلس قيادة الثورة اذكياء وعملوا حساب لقوتنا الشعبية. مش دي بادرة حسن نية برضو يا سيادة المستشار؟ حسن نية أو ضعف نية، المهم إنهم ما عندهمش القوة الكافية بعد للمواجهة. وفضلتك شايف إن ده الوقت المناسب لظهورنا على السطح؟ إحنا رغم علمنا إن البكباشي جمال عبد الناصر أخبرنا بميعاد الحركة قبلها، لكن عدم صدور بيان تأييد من الجماعة خصوصاً في الأيام الأولى أظهر للناس كأننا على الحياد. كان لازم نفضل على الحياد لأننا مش عارفين رد الفعل الأمريكي أو الإنجليزي. وهل إحنا فعلاً مش على اتصال بيهم؟ يعني على اتصال في بعض الأشياء وأشياء أخرى لأ، لحد ما نعرف رد فعلهم. وفضلتك شايف الوضع إزاي؟ أنا لما قابلت سليمان حافظ وزير الداخلية قدمت له ما يفيد بأننا جماعة دعوية وليس لنا أي أغراض سياسية، وكتبت له اخطار رسمي بأننا كأفراد لا نسعى لأي هدف سياسي من خلال أسباب الحكم كالانتخابات البرلمانية أو غيرها. عشان كده هم ما رضيوش يحلوا الجماعة وبلعوا الطعم بذكاء. وهل ده معناه أننا نفضل بعيدين عن السياسة؟ لا طبعا، أهم حاجة إننا نختار الفرصة المناسبة في الوقت المناسب.
وهي عملت ايه الاحزاب اللي اتلغت دي غير انها فسدت وافسدت الحياه السياسيه؟ انت اللي بتقول كده يا ابي، مش كنت بتدافع عن الوفد وعن الديمقراطيه؟ بيني وبينك يا علي يا ابني، الموضوع ده كله مش مريحني يا حاج. هي الاحزاب دي بتمثل الشعب بجد ولا هي احزاب البشوات واصحاب الاراضي والاملاك؟ فين العدل الاجتماعي؟ ما تقول كلام مفهوم يا حضره الضابط. بص يا، لما الباشا من دول بيملك 10,000 فدان والفلاحين بيشتغلوا في ارضه زي العبيد، يعني بيمثلهم في البرلمان ولا بيمثل مصالحه؟ لا هو ده الكلام المفهوم يا حاج، ما عنديش غير. طب ما سعد زغلول كان باشا وغني، مصطفى النحاس كان باشا غني، هي الفلوس دلوقتي بقت بتعر ولا ايه يا حضرة الضابط؟ ده كلام يا راجل، بتشكك الناس في وطنيتهم عشان هم اغنياء؟ بلاش يا سيدي نتكلم في دلوقتي. زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان غني جدا، يعني نقدر نعتبره في مقام الباشا. ايه فرق انه يحب وطنه او ما يحبش وطنه بالفلوس؟ ايه الربط يعني؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، صدق الله العظيم. يا سلام يا ست الشيخ، تكلموا صاروا تسخر مني يا ابي. عشان انت فاهم الآية الكريمة فاهم خاطئ. عمر الإسلام ما قال إن الناس تستعبد بعضها بدعوة الدرجات. المعنى بالآية إن ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس بعضها عن بعض في العقل، الذكاء، العلم، العمل إلى آخره. المعنى بالآية لما المشركين شافوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش أهل لنزول الوحي نزلت الآية دي. يا ابن الغنى مش عيب، ده بيملى عين البني آدم وخليه يحترم نفسه، وإلا بقى ما كانوش قالوا لو كان الفقر رجلا لقتلته. ما هو اللي بيخلي الفقير فقير هو الغنى. إيه ده، أنت بقيت اشتراكي يا أبي؟ تتغيرت يا فاطمة، طبعك الرقيق تغير. وهو أنت إيه؟ ما تغيرتش؟ أول مرة نتفق أنا وعلي أخوك يا حضرة الضابط على حاجة. اشمعنى؟ أنتي ما درتيش باللي حصل ولا إيه؟ ما بتوع الحركة حلوا كل الأحزاب والجمعيات ما عدا الإخوان المسلمين طبعا. وأنت عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده منين؟ هو أنت مش حاسب أهمية جوزك ولا إيه يا فاطمة؟ جوزك؟ طبعا يا فاطمة، يا فاطمة أنت زوجتي أمام الله، وإحنا مش محتاجين نصايح من حد، بالعكس ده إحنا اللي ننصح ونهدي كمان، لأننا فاهمين ديننا أكتر. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الإمامة لمن هو أكثر علما وليس لمن هو أكبر عمرا؟ بس الموضوع مش بالبساطة دي يا حسن. بالعكس، ده مفيش أبسط منه، 2 شهود ومأذون شرعي. وأهلي؟ أهلك ولا القرآن والسنة يا فاطمة؟